للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مقر انعقاد المؤتمر هشام بورار مراسل الحرة في البيت الأبيض. هشام، ما الذي يتمخض عن هذه القمة في آخر يوم منها؟ طبعا الساعة الأخيرة محسن من القمة تستمر الآن قبل خطاب لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لإعلان ختام هذه القمة، طبعا وسط أصداء لمبادرات أعلنها الرئيس الأمريكي باراك أوباما تخص أساسا تبادل البعثات الطلابية وتبادل الخبرات بين دول ذات الأغلبية المسلمة والولايات المتحدة، على أي من بين الذين جاءوا لهذه القمة بمشاريع طموحة، مشاريع يبحثون من خلالها عن شراكة جديدة مع الولايات المتحدة. معنا أحد كبار المستثمرين المغاربة وعضو البرلمان المغربي السيد ميلود الشعبي، نسأله بداية، ومرحبا بك سيد الشعبي في على قناة الحرة، بداية ما هو هدف مشاركتكم في قمة ريادة الأعمال هنا في واشنطن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كنشكر القناة الحرة على الاستضافة، فأنا لبيت الدعوة ديال السيد الرئيس باراك أوباما على المؤتمر اللي هو مؤتمر ناجح، واللي هذا المؤتمر حاولوا يعني تقرب بين الدول العربية والإسلامية والولايات الأمريكية اللي كان واحد التباعد كبير، وهذا الشيء غادي يعطي النتيجة ما فيها الشك اللي هي مهمة. والمؤتمر طبيعة الحال كان ناجح ومكثر الشروط اللي هي توفر واخا عندها أهمية، وهو المسجد اللي هو عمله وسط المؤتمر، المسجد ديال الصلاة المسلمين، واللي الخطابات لا ديال الرئيس ولا ديال المستشارين ديالو ولا ديال الحكومة كلهم كيهضروا على التقارب بين الدول الإسلامية والدول العربية. جدير بالذكر أيضا محسن بأن السيد الشعبي يأتي إلى واشنطن بمبادرة طموحة، وهو مشروع طموح لإنشاء جامعة أمريكية بالتعاون والشراكة مع جامعة إنديانا في الولايات المتحدة، ولاية إنديانا. هذا المشروع ساهم فيه الشعبي ب10% من ثروته الشخصية. سيد شعبي، كيف يمكن لهذه القمة، أو على الأقل كيف ساهمت هذه القمة في دفع مشروع الجامعة الأمريكية بالدار البيضاء قدما؟ احنا اتصالات اللي عملنا سواء مع بعض الأعضاء ديال مجلس النواب الأمريكي ولا الشركان ديالنا اللي هما جامعة ديانا الأمريكية، واللي هما كلهم كيبغوا يدعموا هذا المشروع اللي هو مشروع عملاق، واللي احنا هذه الجامعة الأمريكية ما كنتظرش موراها الربح، لأن هي غيتكون نفس النظام اللي كاين في جامعة ديانا، هو الربح ديالها كله كيعاود للاستثمارات، وممكن يكون تقرب اقتصادي، واللي المغرب وقع اتفاقيات تبادل الحر بين الولايات المتحدة، وممكن لها تعطي النتيجة أكثر فأكثر إلا إذا كان تبادل ثقافي وتكون اللغة اللي المغاربة طبعا ما كيعرفوا إلا لغة أخرى وهو اللغة الفرنسية، واللي اللغة الإنجليزية اللي هي اللغة كتمثل أكثر من 80% في العالم، اللي هي غيتزيد تقوي التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة. بعد هذه القمة السيد الشعبي، أين هو مستقبل هذه الجامعة؟ هل المشروع قريب من الإنجاز؟ إن شاء الله احنا متفائلين الخير، وباقي بعد المسائل الإدارية اللي هي قليلة، واللي احنا مآملين إن شاء الله في الأيام أو في الشهور المقبلة إن شاء الله غادي نحصلوا على التراخيص، واللي بعد المسائل اللي هي تقنية، واللي إن شاء الله احنا غادي في الطريق مع المسؤولين، والمسؤولين المغاربة اللي هما متحمسين باش تكون جامعة أمريكية ويكونوا جامعات أمريكية ماشي غير وحدة، لأن هما اللي غادي يجعل المغاربة باش يمكن لهم يتطوروا في التبادل الحر بحال اللي قلنا، ولأن دول العالم الآن كله أكثر من 80% من دول العالم كتكلم اللغة الإنجليزية. سؤال أخير السيد الشعبي، هذه القمة على مدى يومين، ما هي الأفكار والتوصيات التي خرجتم بها والتي يمكن أن تساعد في تعميق العلاقة كما دعا إلى ذلك الرئيس باراك أوباما بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي، لا سيما في مجالات التبادل، في مجالات التعليم والتكنولوجيا والابتكار؟ هذا المؤتمر هو كان في خليط، كان رجال الأعمال الأغنياء الكبار وكانوا الصغار وكانوا متوسطين، وكانوا في تبع الطلبة اللي هم شاركوا كل شيء، وكل واحد بدل الأفكار، والمحاضرات اللي هما عملوا كلهم للوزارة ديال السيد أوباما ولا المستشارين ولا شخصيات عالمية، كلهم كيركزوا على التعاون اللي غيكون تعاون بين الدول الفقيرة الدول الغنية، اللي هو هذا المؤتمر حقيقة غادي يعطي نتائج كبيرة، واللي بحال اللي قلت لك هو غادي يعطي تقرب والصلح بين المسلمين والعرب والولايات المتحدة.
شكرا سيد الشعبيك، احد كبار المستثمرين في المغرب وعضو البرلمان المغربي ايضا، حدثنا عن نتائج هذه القمة طبعا التي ستختتم بعد ساعات قليلة من الان بحصاد مهم ليس على مستوى المبادرات فقط، بل ايضا فيما يتعلق ببناء الثقة بين الولايات المتحدة والعالم الاسلامي وزرع نواة شراكة جديدة، لا سيما في مجال تبادل الخبرات في التعليم في قطاع الابتكار، ومسألة ستراجع مرة أخرى وسيقيم مدى التقدم باتجاهها في قمة لاحقة كما قال الرئيس الأمريكي في تركيا العام المقبل. أشكرك جزيل الشكر هشام بورار، أنت وضيفك الحاج ميلود الشعبي، شكرا جزيلا لك.